بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نبدأ بيها هي إزاي المهمين تصميم الكهرات المعرضة للعزوبة إم إكس أو إم واي، تمام؟ أول نوع من القطاعات اللي عندنا هنصممها هي الكومباكت. في النوع الثاني من القطاعات هو اسمه النون كومباكت. عندنا القطاع اللي هو الكومباكت ده قطاع سميك بيقدر يتحمل اكبر عزومه عليه من غير ما يحصل له لوكال باكلينج او انبعاج محوري. فاحنا لو عندنا مثلا اي بي تمام، عندك المنطقه اللي فوق دي هي المنطقه المضغوطه نتيجه ان انا عندي كاميرا وعليها عزم كده، فانت عندك المنطقه اللي فوق دي هي الايه؟ هي المنطقة المضغوطة، أما المنطقة تحت هي المنطقة المشدودة. فأنت عندك في المنطقة المضغوطة اللي فوق دي يحصل تشوهات في الحتة دي كده، انبعاج أو ممكن عليها كرمشة يعني في البلاد اللي موجودة عندي ده، تمام؟ فأنت في قطاع الكومباكت بتبقى سميك نتيجة لو أنا حملته حتى على أقصى عزم ما يحصلوش الإيه؟ اللوكال باكنج ده. إنما النون كومباكت بيبقى قطاع أقل سمك من الكومباكت شوية، آخره يتحمل لحد مومنت بيلد مومنت لحد بيلد مومنت وبعدها يبدا يحصل له ايه؟ لوكال باكلينج. طيب في حاجات خفيفه بس عايزين نعرفها قبل ما نبدا في تصميم الكاميرا. تصميم الكاميرا بس ما بياخدش مني وقت، هو 7 خطوات بعملهم ستين، ما فيهمش اي لعبه، ما فيهمش اي حاجه صعبه. طيب في حاجه بس عايز اعرفها الاول كده في الكاميرا، نتيجه العزم اللي حصل لي على الكاميرا ده تلاقي الفنانشال العلويه دي بدأ يحصل لها انبعاج جانبي، تمام؟ ازاي؟ عندك ادي الكاميرا تمام؟ ده مثلا كاميرا اي بي حصل لها انبعاج جانبي نتيجة العزوم اللي وقع عليها، تلاقي الحتة العلوية دي الأور فلانش اللي فوق دي عايز يحصل لها لاترال تورشن باكلنج أو انبعاج جانبي. الطول ده بنسميه ال يو اكشن، تمام؟ ده في هنا سبورت جانبي وهنا سبورت جانبي على مين؟ على الاي بي ان. طيب قال لك لو ال يو اكشن ده ال يو اكشن ده طلع اقل من ال يو ماكس ساعتها ما يحصلش لاترال تورشن باكلينج، تمام؟ اما لو اكبر منه يحصل. طب ايه ال يو اكشوال ده اصلا؟ قال لك ده اقصى طول غير مثبت، تمام؟ موجود في منطقه الضغط، موجود في منطقه الضغط. فاللي عايزين نوصله بس ان موضوع ال يو اكشوال وال يو ماكس ده اللي عايزين نفهمه منه من الاخر، ان ساعتها ما يجي يقول لي تعالى صمم لي كاميرا ايا كانت سيمبل او كانتليفر، ازاي احدد او اعرف ال يو اكشوال ده على الكاميرا؟ ازاي اجيب قيمته؟ فاحنا عرفنا ان ال يو اكشوال ده من الاخر بيبقى موجود في منطقه الضغط، تمام؟ طيب يبقى انا عشان احدد طوله لازم ارسم العزم. فانت عندك مثلا سيمبل بيم وعليها حمل معين، عليها عزم اهو. طيب انا عارف ان ال يو اكشوال موجود في منطقه الضغط، مش دي منطقه الضغط اللي فوق دي اللي جهه الشد، يبقى الطول اللي عندي ال يو اكشوال هو الطول ده اللي هو الاسلام بتاع الكاميرا. طب ولو كانت مثلا كانتليفر مثلا العزم عليها بالشكل ده، صح ولا لا؟ طيب ازاي احدد ال يو اكشوال؟ طبعا في الكاميرا الكانتليفر ده انا بصمم فيكس ده لوحده، بصمم كاميرا السيمبل دي لوحدها. فانا بالنسبه للكاميرا السيمبل اللي عندي دي عايز احدد ال يو اكشوال ليها، احنا قلنا هو اللي موجود في منطقة الضغط. طب فين الضغط عندي؟ اهو هو ده منطقة الضغط اللي هو طولها، هو الطول ده. طب الطول ده قد ايه؟ قال لك مش المسافة الصغيرة اللي عندي ده عبارة عن 2 من 10 من ال تقريبا، يبقى دي 8 من 10 من ال، صح؟ يبقى انا ال يو اكشوال عندي بتساوي 8 من 10 من ال. طب وبالنسبة للكانتليفر ال يو اكشوال بتاعه، قال لك ال يو اكشوال بتاع ال كانتليفر ده اصلا بيساوي ثابت اسمه كي في ال كانتليفر، تمام؟
طب والثابت ده كام؟ من اخر واحده ب 2 ونص. خلاص؟ طيب ده تمام قوي. يبقى احنا عرفنا دلوقتي حبيت بس حاجات بسيطه قبل ما ندخل في السبع خطوات التصميم بتوعنا وما فهمش اي حاجه يعني. فهندخل دلوقتي في خطوات التصميم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوه اللي هي الستريمنج اكشن. الستريمنج اكشن دي بجيب فيها الام اكس وجيب فيها الشير على الكاميرا اللي عندي. طيب هو دلوقتي بيقول لي انت عندك كاميرا ليها زبال معين ماشي وصمم مالي. طبعا ما بيبقاش الحال لو ممكن يدوني اللي هو وزن الكاميرا ذات نفسها. وزن الكاميرا ذات نفسها انا بفرضه 2 من 10 طن للايه؟ للمتر الطولي. لو ما ادانيش الوزن خلاص دلوقتي يبقى عندي الكاميرا وعندي وزن عليها ادخل اجيب له مين؟ الام اكس. خلاص طبعا انت عارف ان قطاع الكاميرا عامل كده ده محور اكس وده محور واي. العزم اللي واقع على الكاميرا اللي هو الام اكس وكده هنا موجب هنا سالب تمام. هنا منطقه الشد ايه؟ تبقى تحت دايما والضغط تبقى فوق. وعندك الشير برضه مقصر على مين؟ القطاع اللي عندي. طيب الام اكس، الام اكس ده عباره عن فاليو اللي بيرجع اللي هو الام ده اللي هو الزباله اللي عندي طول الزباله. طب والشير؟ عبارة عن W ها في L على الاثنين. طب خلاص جبت الستريمنج اكشن خلاص دي خطوة دي خلصنا منها. ندخل على الخطوة الثانية شوية اوف سيكشن. شوية اوف سيكشن ده بنجيب فيه حاجة اسمها الاس اكس. الاس اكس دي خاصية من خواص القطاع بعرف منها خواص القطاع اللي عندي تمام وهي موجودة في الجدول. الاس اكس ده بيساوي ايه؟ بيساوي الام اكس اللي جبته في المية طبعا عشان احوله سنتي. العزم بيجي لي بكام في متر ضربت في 100 عشان اخليه سنتي على مين؟ على الاجهاد اللي واقف في بيه. الاجهاد ده الناتج عن العزم. طيب اجيب الاس اكس. طب الاجهاد ده بكام؟ انا عندي ام اكس فده مش عندي الاف دي هياخده بكام؟ قال لك افرضه لي في الاول بس كده ب 64% اف ال. الاف ال ب 2.4 انا بيستيل عندي مثلا 37. خلاص جبت انت الاس اكس ده بيجي لي بالسنتي المكعب ادخل بيه على الجدول اجيب مين؟ اجيب القطاع اللي عندي. طبعا انا بدخل الجدول ما بلاقيش الرقم اللي جبته بالظبط يعني باخد الاكبر منه. فنفترض ان احنا مثلا دخلنا الجدول ولقينا جبنا ان احنا عندنا ايه؟ اي بي مثلا نمبر 800. دخلت انت الجدول جبت لي مين؟ جبت لي انت القطاع ده تمام. طيب دخلت انت الجدول جبت لي انت القطاع ده وجبت لي انت الاس اكس الجديده تجيب لي الاي اكس بتاعت القطاع تلاقيها موجوده عندك في الجدول. طب تمام قوي. دلوقتي القطاع اللي انت اخترته شكله ايه؟ اهو تمام. دي الفلانج الابر فلانش وده الابر فلانش وده الويب. خلاص ده دي فلانش ده دي فلانش ده دي ويب. خلاص وده اتش ويب وده ارتفاع القطاع كله. خلاص تمام قوي. يبقى انا بقى عندي ايه؟ تفاصيل القطاع اللي عندي. طيب تالت خطوه بدخل عليها من ساعه احنا مخبطين دول. بنخش على تالت خطوه عندنا اللي هي التشيكات بقى. عندنا 3 4 تشيكات كده وخلصنا المساله. احنا كده ايه؟ صممنا القطاع اللي عندنا. طب ندخل على ثالث خطوه تشيك اوف كومباكتنس. تشيك اوف كومباكتنس دي خطوه بعرف بيها القطاع اللي عندي ده كومباكت ولا نو كومباكت تمام. فانا طبعا جبت تفاصيل القطاع اللي عندي من خطوه رقم 2. تدخل انت بقى تجيب لي السي فلانش على التي فلانش الين او بيساوي عندك اتش ويب على تي ويب الين او بيساوي وعندك في الناحيه الثانيه هنا سي فلانش برضه على تي فلانش وعندك اتش ويب على تي ويب الين او بيساوي الين او بيساوي. طبعا كله هنا جذر اف يلد وهنا جذر اف يلد ماشي. عندك هنا دي 16.9 هي 27
23 190. لو الشرطين دول الاول دول اتحققوا يبقى انت القطاع عندك كومباكت. لو الشرطين دول هما اللي اتحققوا يبقى القطاع عندك نون كومباكت. تمام. طيب طب السي دي احنا عرفنا الكي اف والاتش وال والدي وال بتاعت السي مين والقيم دول اجيبهم ازاي؟ انت عندك قطاع اقسمه الاول قلنا ده الاتش وقلنا ده تي ويب البي فلانش تي فلانش. تمام كده؟ بنص القطر ده هو ار وبالتقريب بيساوي تي فلانش. طيب السي دي يعني السي دي هي الحته دي اللي هي الحته دي ده الطول السي فلانش بنسميه السي فلانش. خلاص كده؟ طيب السي فلانش ده بيساوي ايه؟ اجيبه ازاي؟ السي فلانش ده اصلا بيساوي البي فلانش كلها سي فلانش الحته دي بيساوي البي فلانش كلها ناقص التي ويب نقص ده كله من ده تمام؟ ناقص 2 تي اف او 2 ار يعني 2 تي اف على الاثنين. طب ده تمام قوي خلاص. طيب احنا جبنا دلوقتي مين ده السي. طب ازاي اجيب الاتش ويب؟ عندك مثلا هرده عندك الاتش ويب. الاتش ويب ده اجيبه ازاي؟ الاتش ويب ده مش هو عباره عن الاتش كلها الاتش ويب على فكره من هنا لحد هنا من فين نص قطر كده في هنا الدوران اللي جاي عنده هنا تمام. ده مين؟ ده الاتش ويب اللي عندي بيساوي ايه؟ هتلاقي انه بيساوي الاتش كله ناقص مين؟ الحته دي والحته دي والنص قطر ده او الدوران ده والدوران ده صح كده؟ اللي هو هيبقى عندي اتش ناقص 4 تي اف. مش ده عباره عن تي اف وتي اف يبقى 2 تي اف والدوران اللي جاي عندي ده ار وار اللي هو بيساوي تي اف برضه يبقى انت عندك 4 تي اف خلاص. يبقى تالت خطوه اللي كانت عندنا دي تشيك اوف كومباكت الناس عرفت ان هو كومباكت او نون كومباكت خلاص خلصنا من الخطوه دي. تدخل على الخطوه اللي بعد كده اللي هي تشيك اوف انسب بورت لينس اللي هو الطول الغير مثبت اللي هو ال يو اكشوال. انا هحطها اللي هي تشيك اوف انسب بورت لينس. تمام اللي هو الطول ايه؟ الغير ممسوك اللي هو ال يو اكشوال. طيب احنا دلوقتي عرفنا نجيب ال يو اكشوال من على القمر صح كده؟ مثلا الكاميرا بسيطه السيجمنت دي اللي هي الاكشن بتاعها مين؟ الزبان كله صح؟ لان انت العزم عليها عامل كده فدي المنطقه كلها مضغوطه فتلاقي ال اكشن هي دي كلها. تمام؟ طيب جبنا ال اكشن ادي ال اكشن جبناها. تاني خطوه نروح نجيب ال ماكس اللي هو اقصى طول غير ممسوك بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي واحد من الاثنين الاقل منه. تمام؟ يا اما 1380 من الاي فلانش ماشي على الاف فيلد الدي دي ده اللي هو ارتفاع القطاع في السي بي يا اما 20 بي اف على مين؟ على الجذر اف فيلد. طيب مين السي بي ده؟ السي بي ده معامل بيتوقف على نوع الحمل على القطاع وشكل العزم يعني. طيب ده بكام؟ والله هو موجود في الكود له قيم معينه. فمثلا احنا ده لو عندنا مثلا بيم معاه دوت سمبل بيم عليه حمل موزع السي بي بتاعه 1.3 لو عندك بيم تاني عليه قوه كده البيم السي بي بتاعته بكام؟ 1.35 لو عندك مثلا في اكسل على مثلا حمل ايه عندك السي بي بتاعه كام؟ ب 1.5. تمام؟ طيب يبقى احنا دلوقتي جبنا مين؟ السي بي عندنا، دلوقتي السي بي عندنا.
تعوض انت في القوانين دي عندك في الدومين من ايه؟ من اريا فرنش عندي موجوده عندي اريا فرنش اللي هي بي فرنش في التي فرنش على اف يلد عند 2.4 من 10 في البي اللي هو ارتفاع القطاع كل اللي هو تمام؟ طيب عندنا طبعا 20 في البي فرنش والاف يلد عندي ب 2.4 من 10 تمام؟ طيب ناخد الاقل منه وتروح تشوف هل ال ال يو اكس ولا اقل ولا اكبر من ال يو ماكس؟ لو طلع اقل من ال يو ماكس يبقى جميل. في الحاله ديت مفيش لاترال تورشن باكلنج كويس؟ نو لاترال تمام؟ تورشن باكلنج خلاص؟ معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان انت الاجهاد اللي عندك اللي احنا اساسا عايزينه اللي هو الاف بي ده بيساوي 64% من الاف ال او 58% اف ال، بس ده في حاله الكومباكت وده في حاله النون كومباكت. طيب طب نفرض بقى ان ال يو اكشوال ده طلع من ايه؟ اكبر من اف من ال يو ماكس. لو انت عندك ال يو اكشن طلع اكبر من ال يو ماكس ساعتها يبقى في لاترال تورشن باكلنج صح كده؟ طيب يبقى انت ساعتها هتضطر تحسب لي الاف بي الجهاز الناتج على العزم اللي عندي بيساوي اف لاترال تورشن باكلنج واللي هو بيساوي جذر اف لاترال تورشن باكلنج 1 تربيع زائد اف لاترال تورشن باكلنج 2 تربيع. طيب احسب بس ازاي ده ازاي؟ عندك اف لاترال تورشن باكلنج 1 قال لك ده بيساوي 800 من اريا فرنش تمام على ال يو اكشوال في مين؟ في الدي في مين؟ في السي اي وده المفروض بيقل من اقل من او يساوي 58% من الاف يلد تمام؟ طيب ده اف لاترال تورشن باكلنج 1 يساوي الكلام ده والسي موجوده عندي وكل حاجه موجوده عندي. طيب المفروض ان هو بيكون اقل من او يساوي 58% اف يلد. طب افرض بقى طلع اكبر من الكلام ده من 58% اف يلد يبقى انت ساعتها هتكتفي بس بان انت الاف لاترال تورشن باكلنج بتاعك الكلي اللي هو ده اللي هو بيساوي اف بي يعني بيساوي بس 58% من اف بي. طيب طلع اقل من 58% اف بي هضطر انا اجيب اف لاترال تورشن باكلنج 2. طيب تعالى نجيب الاف لاترال تورشن باكلنج 2 قال لك بيساوي ايه؟ 1 من 3 يا إما 58% من الإف يلد تمام يا إما 64% ناقص ال يو على الار تي تربيع في مين في الإف يلد على 1 على 1 7 6 في 10 كله اس 5 من مين؟ من السي بي في مين هنا؟ كل مضروب في الاف ال. طب ده تمام. طيب المفروض ان الكلام ده بيكون اقل من او يساوي 58% من ايه؟ من الاف ال. طيب يا اما القانون الثالث اللي هو 12000 على ال يو على الار تي مين؟ تربيع خلاص كده في السي وده يعني بيساوي برضه 58% من اف يلد. طب ده تمام امتى اخد القيمه دي وامتى اخد القيمه دي وامتى اخد القيمه دي؟ قال لك انت هتاخد القيمه اللي فوق دي لو انت عندك ال يو على الار تي دي اقل من 84 للجذر C
سيدي على الفيلد. طيب وين بدك تاخد لي القيمه الثانيه دي؟ قال لك والله لو انت هتجيب ال يو على الار تي ده اكبر من ال 84 من جذر سي بي على الاف فيلد بس اقل ب 188 من جذر سي بي برضه على مين؟ على الاف فيلد. طب وانت تاخد القيمه الثالثه دي؟ قال لك لو انت عندك ال يو على الار تي ماله؟ اكبر من 188 من جذر السي بي على ايه؟ على الاف فيلد. طب اساسا مين الار تي ده؟ تعال نشوف الار تي ده. الار تي ده نص قطر الدوران للتي سيكشن في الفلانشال الالويه اللي هي مضغوطه. انت عندك اللي هو جيريشن ريتس وجيريشن. عندك انت الحته دي كده تمام؟ يعني احنا ورا تمام؟ هو الجزء ده كده. ده التي سيكشن في الفاينانشال الالويه المضغوطه. احنا بنجيب الار تي ليها اللي هو نص قطر الدوران ليها اللي هو ار تي او ار واي اللي بيدور حوالين واحد بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي جذر الاي ده بيساوي جذر الاي واي ناشط اي واي على مين؟ على المساحه مساحه الجزء ده. طيب الجزء ده قال لك ده ارتفاعه اتش ويب على الست وده طبعا التي فلانج والجزء اللي فوق ده البي فلانج خلاص. طيب الانيرشيا فور جوار يساوي ايه؟ ده بس الفلانشة اللي فوق دي بس عبارة عن تي فلانش في بي فلانش تكعيب مع ال 12. طب والمساحة؟ المساحة هي مساحة الحتة دي والحتة دي الحتة دي والحتة دي اللي هو عبارة عن تي فلانش في بي فلانش زائد اتش ويب على الستة في مين؟ في التي ويب اللي عندنا ده تمام؟ تمام. يبقى احنا كده جبنا ايه؟ الار تي. طيب الخطوه اللي بعد كده الخطوه اللي بعد كده عندنا بس ثلاث خطوات. يبقى احنا كده خلصنا تصميم الكاميرا اللي هم ايه؟ لو عندك تشيك بلند ستريس وعندك تشيك شير ستريس وعندك تشيك ديفليكشن تمام؟ تعالى نبدأهم بمره عشان نبقى ايه؟ خلصنا. اللي هي الخمسه تشيك اوف الايه؟ بيندنج ستريس. بيندنج ستريس تروح تجيبها له ازاي؟ تعمل اف بي اكشوال اساسا بيساوي ايه؟ المفروض ام اكس في 100 على مين؟ على اس اكس. المفروض ده انا احسبه تمام؟ يطلع عالي او يساوي اف 13 بقى اللي حسبته او اللي هو بيساوي اف بي ده. طيب ده اول تشيك. التشيك السادس اللي هو ايه؟ شير ستريس ماشي كيو اكشوال بيساوي شير لاجت من المساله على مين؟ على اتش ويب في التي ويب. اتش ويب او اتش مش فارق خلاص اللي هو ارتفاع الويب او ارتفاع قطاع الطريق. ده المفروض يطلع اقل من او يساوي كيو اللوبل اللي هو بيساوي 35% من الفيل. طب ده تمام. الخطوه السابعه اخر خطوه عشان نخلص. عندك تشيك ديفليكشن عندك المفروض انت ديفليكشن اكشوال بتاعي اللي بجيبه الكاميرا الموجوده عندي المفروض ده يكون اقل من او يساوي مين؟ الاسبان اللي عندي على 300. عندك بقى على حسب اختلاف الكاميرا تقدر تجيب لي الديفليكشن. عندك مثلا لو انت عندك كاميرا بسيطه كده مثلا على حجم موزع عندك الديفليكشن ده بيساوي كام؟ قال لك بيساوي
تمام؟ من كام؟ من W light load في L كله أس 4. على فكرة الريفليكشن ساعة ما بقى بحسبه بحسبه من اللايف لود، من حمل اللايف لود بس اللي عندي. خلاص؟ على مين؟ على الـ E في الـ I X. الـ E دي بـ 2100. خلاص؟ والـ I X عندنا اللي بتعمل مسألة. خلاص؟ طب لو عندي كاميرا تانية على حمل لايف لود تاني بس مركز دي مثلا، أجيب الريفليكشن بتاعها إزاي؟ الريفليكشن بتاعها عبارة عن B اللي هو اللايف لود ده في L. تكعيب على مين؟ على 48 في الـ E في الـ R. طب ده كويس، تمام؟ يبقى احنا كده حسبنا ايه الريفليكشن ووصلنا لاخر خطوه اللي هي ايه؟ طب افرض انت انت رايح تعمل تشيك من التشيكات اللي انت عاملها طلعت مش مسيفه، هل هرجع تاني اعيد كل الخطوات تاني؟ طلعت مثلا في الخطوه مثلا شيل ستريس مثلا، او مثلا في الخطوه بتاعت الديفليكشن مثلا طلعت مش مسيفه، مش مسيفه معنى كده ان انا المقام اللي تحت ده صغير صح كده؟ فالقيمة عندي طلعت كبيرة أكبر من اللاب اللي عندي، فراح أعمل إيه؟ أجيب قطاع أكبر من اللي أنا كنت جبته، هتلاقي طبعًا الـ I X بتاعته أكبر. فتعيد لي الخطوة دي بس، طب وبقية الخطوات؟ طب ما هي بقية الخطوات كده كده هتسيف معايا لأن أنا أصلًا جبت قطاع أكبر في السمك. كده إحنا ده بارت واحد بس شرحنا به إزاي تسمم كاميرا، إن شاء الله بارت اتنين هيكون فيه شرح الأمثلة والأفكار. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي في بارت 2 دلوقتي هنشرح فيه افكار مثال الجزال والبيم، تمام؟ اللي احنا شرحناه في البارت الاولاني، تمام؟ هنشرح دلوقتي الافكار. فاول فكره عندنا مثلا في الامثله هجيب لك كده كاميرا، تمام؟ مديك الديد لود بتاعها، وزن الديد لود بتاعها كام؟ 1.25 طن لكل متر طولي، وعندك مديك اللايف لود بكام؟ بواحد طن للمتر الطولي، ومديك الاسباب بتاع الكاميرا خلاص 5 متر، ويقول لك صميم الكاميرا دي. طبعا الدبليو توتال بتاع الكلام ده هو مجموعه صح؟ يطلع لك بكام؟ 225% طن للمتر الطولي. ايه فكره المساله دي؟ اي فكره مساله ديزاين او بيم هي انك ازاي تجيب ال يو اكشوال. وقلنا ال يو اكشوال بتجيبها لما ترسم العزم، هتعرفها لما ترسم العزم. طيب الكاميرا دي رسمت العزم بتاعها، فين منطقة الضغط؟ مش هي منطقة الضغط؟ يبقى مين الـ MU actual؟ طول صح كده؟ يبقى الـ MU actual بكام؟ بـ 5 متر. حل مسألتك عادي خالص بالترتيب، كنا بنقول أول خطوة والله ستريمينج أكشن، تمام؟ كنا بنجيب فيها العزم، وكنا بنجيب فيها الشير، وتاني خطوة كنا بنقول تشويس أوف سيكشن، كنا بنقول اس اكس اللي هو كان بيساوي الـ M اكس. الام اكس في 100 على اف بي اللي احنا كنا بنفرضوه ب 64 من 100 اف يلد، وتبقى انت جبت خصائص القطاع اللي عندك، تدخل على الجدول تجيب لي انت القطاع، تمام؟ وابعاده عندك كلها. بعد كده تبتدي لي في التشيكات، تشيك نمره 3 تقول لي تشيك اوف كومباكتنس. بعد كده كنا بنقول تشيك اوف كومباكتنس، ماشي؟ لسه اللي بالخطوه دي كنا بنعرف هل القطاع ده كومباكت ولا مش كومباكت، كنا بنروح نقول السي فلانش على التي فلانش اقل من او يساوي الاتش ويب على التي ويب اقل من او يساوي مثلا هنا الجذر اف يلد 16.9 عندك ده 127 ده بالنسبه للكومباكت، طلع بيحقق الشرط ده، الشرط ده يبقى القطاع ده ايه؟ كومباكت. او نشوف هو ما كانش كومباكت يبقى ايه؟ في الغالب نون كومباكت. طيب رابع خطوه كنا بنروح نقول تشيك اوف الانسبورتد لينس اللي هو التول اللي هو الايه؟ اللي غير ممسوك. ونبتدي خطواتنا عادي خالص ما فيش اي مشاكل، ودي مساله بسيطه خالص. ندخل على الفكره الثانيه. ماشي، جايب لك سقف ستيل، تمام؟ جايب لك مثلا عايزين نرسمه بالظبط كده، ماشي؟ اعمل لك كده، تمام؟ جايب لك ده ميم بيم، دي اعمده، ماشي؟
تمام. يقول لي صمم لي السكندري بيم والمين بيم. خلاص مين السكندري بيم ومين المين بيم؟ طبعا السكندري بيم اللي هو ماشي ده الطول ده، المين بيم اللي هو شايله اللي هو ده. خلاص يبقى ده كده المين بيم. خلاص وده اللي هو ده اللي هو السكندري بيم اللي هو المتشال. طيب ازاي اصممها؟ منين الابعاد بتاعتي؟ مديني الاطوال دي كلها. خلاص مديني الطول من هنا لهنا كام؟ 4.5 متر، ومن هنا برضه زيه 4.5 متر. طب ده تمام. طيب مديني في المساله كمان اللي بيقول لي طبعا في الرول فوقيه سقف خرساني، ودي بقى الفكره الجديده في المساله دي. مديك سقف خرساني مديك تي اس بكام؟ ب 10 سم. مديك فلور كفر ب 150 كيلو جرام على المتر المربع، ومديك اللايف لود بكام؟ ب 300 كيلو جرام على المتر المربع. ايه فكره المساله دي؟ فكره المساله اولا ساعه ما امسك السكندري بيم اصممه عايز اشوف طبعا وزنه والحمل اللي عليه قد ايه، وابدا اشوف اللي هو اكشوال بتاعه كام. من الاخر لو انت عندك كاميرات رئيسية أو ثانوية فوقيها سقف خرساني الـ LU actual للاتنين بصفر، تمام؟ إلا في حالات خاصة. هنفترض دلوقتي أنت عندك كاميرات ماشية كده وكاميرات ماشية فوق سقف خرساني الـ LU actual بتاعهم بصفر، ليه؟ لأن لما يبقى عندي هنا سقف خرساني ماشي فوق الستيل ده عمر ما هيحصل للسكندري بين ده لاترال تورشن باكلنج يبقى عن جانبي، فبالتالي مفيش LU actual أساسا. طب بالنسبة للمين بين ده، ما انت عندك ده برضه فوقيه سقف، هل هيعرف يجي كده؟ هل هيعرف يجي لي كده؟ عمره، صح كده؟ ممسوك من السقف الخرساني اللي فوقيه، فمش هيحصل له لاترال تورشن باكلنج، فمالوش ال يو اكشوال. خلاص؟ طيب ونبتدي نصمم. انا همسك دلوقتي مين السكندري بيم؟ ادي السكندري بيم اهو. طبعا هو وزنه الوزن مش مديهولي. فانا افرضه مثلا افرضه ب 5% مثلا. زي ما بيديني في المسألة. خلاص اللي هو 500 طن للمتر. طيب طب ما هو ذات نفسه قاسم عليه سقف، باخد انا النص من النص من هنا واجيب ايه وزن السقف اللي عليه. طيب احنا دلوقتي عندنا ادي السكندري بيم وادي وزن السقف اللي عليها، انا خدت نص المسافة من هنا نص المسافة من هنا. المسافة دي هنسميها ايه؟ تمام؟ يبقى انت عندك دلوقتي ده السكندري بيم وده السقف او وزن ال رينفورس كونكريت الخرسانه اللي عليها من جوه، تمام؟ طيب انت عندك دلوقتي ادي الكاميرا وادي الاسبان اللي هو الطول مدوني ده مدوني 5 متر، تمام؟ طيب انا عايز اجيب وزن على الكاميرا، عباره عن ايه الوزن على الكاميرا ده؟ عباره عن الديد لود واللايف لود. طب انا وزن الديد لود اللي على الكاميرا شامل ايه؟ شامل وزن الكاميرا ذات نفسها، صح كده؟ زائد وزن السقف اللي عليها او الخرسانه اللي عليها، تمام؟ بتساوي ايه؟ بتساوي جمع كونكريت في التي سلاب، صح؟ زائد الفلور كبر. طيب في مين؟ الكلام ده طبعا ده بالطن للمتر الطولي، طب ما هو الكلام ده اصلا بالطن للمتر المربع، يبقى اضرب في مين عشان تجيب المتر الطولي على الكاميرا؟ اضرب في ايه؟ طب يبقى انا جبت دلوقتي مين؟ الديد لود. طب ما هو الديد لود ده اساسا هو مدوني في المساله بكام؟ ب 300 كيلو جرام على المتر المربع، طبعا انا حوله بس عشان خليه تاني المتر المربع يبقى 3.1 طن على المتر المربع قسمت على 1000. طيب ده في المتر المربع عشان اخليه المتر الطولي اضرب في كام؟ اضرب في ايه برضه المسافه اللي عندي دي؟ يبقى مديني 3.1 مين في ايه؟ واقول له ادي التوتال لود، التوتال لود اللي عندي هو الديد لود زائد اللايف لود، يبقى انت جبت مين؟ الوزن على الكاميرا. طيب هي مش دي ده السكندري بيم اللي عايز اصممه. كل الفكره اللي احنا عايزين نجيب مين؟ ال يو اكشوال. مين ال يو اكشوال؟ هي المسافه ده النسبان. ال يو اكشوال هو مين؟ هو النسبان اللي هو اس الطول كله. وصمم عادي عندك 7 خطوات صمم للكاميرا. طيب بس احنا اصلا قلنا
ان ال LU actual اللي هو المفروض انه كان هيبقى S ده صح؟ لو مفيش سقف، انما هنا في سقف يبقى المفروض ان ال LU actual بتاعك بكام؟ صفر. المفروض هنا السكندري بيم ده مش هيحصل له لاترال تورشن باكلنج من بعيد بينيري، فاساسا مفيش ال LU actual اللي هو ايه؟ المفروض مش بيساوي S، بيساوي مين؟ بيساوي صفر. طيب ندخل تاني، عايزين نصمم مين؟ عايزين نصمم المين بيم اللي هو ده. طيب المين بيم ده هل مديني وزنه؟ لا، عايزين نصمم ورقه. طيب طلع لي المين بيم اللي هو ده، اللي هو الاسلام بتاعه كام؟ اللي هو الاربعه ونص اللي مديهولي، مديني طوله اربعه ونص تمام؟ متر. طيب هو مديني وزنه؟ قال لك لا مش مديك وزنه. طب افرض وزنه بكام؟ قال لك مثلا هنا على حسب المساله بس، قال لك افرض وزنه مثلا بواحد من عشره طن للمتر الطولي. خلاص الكاميرا الوزنيه دي اللي هي المين بيم معلهاش الا ايه؟ وزنها بس، لان وزن السلاب اساسا مش مأثر عليها تمام؟ طيب طب ايه مأثر عليها تاني؟ ايه الحمل اللي عليها تاني؟ عندك انت السكندري بيم، دي واحد سكندري بيم، وعندك كمان كاميرا سكندري بيم محمله على مين؟ على المين بيم. طيب انا عندي حمل تاني اهوت وحمل تاني اهوت، مثلا سميه ار وار تمام؟ اللي جاي لي منين؟ من السكندري. قيمته كام؟ هو اساسا الرياكشن اللي جاي لي من السكندري. لما انا صممت السكندري ساعه ما انا ده السكندري بيم، مش ده كان ده بيتوتال صح؟ جبت هنا الاكشن، الرياكشن ده هو ده اللي انا عكسته على مين؟ على المين بيم. طيب المسافات هنا دي واحد ونص ودي واحد ونص ودي واحد ونص متر. طب ده تمام قوي، يبقى انت دلوقتي جبت لي الكاميرا اللي هي مين بيم، جبت لي مين؟ عليها الاحمال. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ جبت لي الكاميرا وعليها الاحمال، عايز بس احدد ال LU actual بكام بتاعها. قلنا في اساسا بلاطه فوق الكاميرات الثانويه والرئيسيه، يبقى معنى كده اساسا ان مفيش لاترال تورشن باكلنج، مفيش انبعاث جانبي، يبقى ال LU actual بتاع الكاميرا الرئيسيه دي بكام؟ صفر. خلاص كده؟ طيب ندخل بقى على الخطوات بتاعتنا. انت عندك الكاميرا ومحدد عليها كل حاجه، ادخل بقى عندك سبع خطوات للستريننج اكشن. بالنسبة للستريننج اكشن ادي واحد ستريننج اكشن ماشي، عندك ال الرياكشن هتجيب لي انت الرياكشن ده بس الاول كده تمام. ليه؟ انت بتجيب في الستريننج اكشن هي الام الشي صح؟ هات لي انت بس الشير اللي جاي لي هنا ده، اللي هو الشير ده خلاص الرياكشن ده، وهات لي العزم عند اقصى نقطة على الكاميرا اللي هي دي بس، هات لي انت العزم، خد لي عزوبة الجزء ده حوالين النقطة دي، تجيب لي أنت مين؟ تجيب لي أنت أقصى عزم تمام؟ وتقول له بعد كده بقى تاني خطوة والله تشويس أوف سيكشن، وتجيب له منها الإس إكس اللي هي بتساوي الإم في 100 تمام؟ على 64 من 100 إف يل اللي هي كانت الـ إف بي الإجهاد الناتج عن العزم. طيب ماشي، وتدخل بقى على الجدول تجيب له والله الإس إكس الجديدة واي اكس مين، وتبدا بقيه خطواتك عادي. ولو في نقطه ما سيفتش قلت لك من اي نقطه من اي تشيك من اللي تشيك جت اللي عندك تعمل ايه؟ تروح تختار سيكشن ابعاده اكبر او نمبر تاني، وبعد كده ايه تشيك بس على النقطه اللي ما شيكتش، ما تشيكش على كل النقط. طب شوف فكره المساله بعد كده، او احنا لسه في المساله دي، في بس هيقابلك بس انت في الكاميرا دي بالذات تمام اللي هي ايه؟ كاميرا المين بيم دي، وانت رايح تعمل في اخر خطوه اللي سابع خطوه اللي هي تشيك ديفليكشن، هتلاقي عندك المفروض انت بتحط اللايف لود صح كده؟ اللي ار لايف لود وار لايف لود، طب اجيبه منين ده اساسا؟ طب ما هو جاي برضه اللايف لود ده جاي من الكاميرات الثانويه، شوف الكاميرات الثانويه مش كان عليها لايف لود صح ولا لا؟ اللي هي دي كان على اللايف لود بتاعها بكام؟ قلنا اللايف لود اللي كان عليها هو مديهوني اصلا، بس انا ضربت في ايه عشان يجيب لي كل متر، يبقى انت تاخد الكاميرا اللي هي السكندري بيم دي
كنت انت تاخدها لي كده وتقول لي والله اللايف لود اللي عليها اللي كان كام؟ 45% طن للمتر. ساعة ما انا ضربت الثلاثة من عشرة اللي هي اللايف لود في مين؟ في الايه؟ المسافة اللي هي الايه؟ اللي هي دي. طب ده تمام. ونجيب الرياكشن اللي جينا هنا هيجيلي الرياكشن اللي جاي من اللايف لود تعكسه انت على الكاميرا دي. طيب ازاي بقى تحسب لي انت الديفليكشن بتاع الكاميرا دي؟ قال لك والله في حاله انت وجود قوتين هتقول الدلتا اكشوال بتاعتك الديفليكشن اساسا هيساوي ام الاستيك في 10 كله في 6 على مين؟ على الاي ار. طب ام الاستيك ده جايبه منين؟ المفروض الكلام ده المفروض بيكون اقل من يساوي النسبان على مين؟ على 300. الام الاستيك ده تعمل ايه عشان تجيبه؟ قال لك والله ارسم لي بس انت العزم بتاع الكاميرا دي ترسمه ازاي؟ كده وكده وكده. القيمه دي كام؟ اللي هي بي انها 3 صح ولا لا؟ طيب اقصى عزم ام الاستيك انا بجيبه اللي هو اقصى عزم على الكاميرا موجود هنا في النص صح كده؟ بس خد انت محور كده كده وقسم لي ده مثلث وده ايه؟ بقى مستطيل. ركز لي انت الحمل بتاعك هنا بتاع المستطيل اللي هو الطول في العرض تمام، والمثلث برضه ركزه لي تمام، وهات لي الرياكشن اللي موجود هنا خلاص كده. طيب وخد لي عزوم القوه دي ودي ودي حوالين النقطه ده، يبقى انت جبت لي الام الاستيك تمام. بص يبقى انت جبت الايه دلتا اكشوال وقارنها بمين؟ بالنسبه على 300. بس هي دي كل الحكايه بس في فكره المساله دي. ندخل على فكره مساله ثانيه. اديني برضو سقف تمام ستيل ادوني كده عامل كده بسيط يعني وخلاص. طيب اديني دي كده وعامل لي دي ماشي ومعديني مين؟ معديني دي من هنا كده ماشي. فين الاماكن اللي عاملها اهي ماشي اللي هي دي كده ودي وفين تاني ودي. بيقول لي صميم لايه؟ طبعا ده سكندري بيم وده سكندري بيم ماشي وده مين بيم وده مين بيم برضه تمام. وده مين بيم وده مين بيم، ده سكندري وده سكندري وده سكندري بيم برضه. طب ده تمام. هو عايز نعمل ايه؟ بيقول لي عايز اصمم لي الميم ميم، عايز اصمم الميم ميم. طب هو مديني الابعاد اهي ده وده 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 تمام. قال لك 4 متر 2 متر 2 متر، واديني كمان البعد ده اللي هو ب 6 متر. طيب والله انا عايز اصمم الميم ميم. طبعا ال يو اكشوال طبعا بما ان فينا بلاطه هتبقى طبعا بصفر، خلي بالك بقى في هنا حته جديده معايا هنا كانت ليفر هنشوف هتختلف فيها ولا لا. طلع له كده ده عندك عند الاماكن الاعمده بس. طيب انا خلي بالك هنا الميم بيم هنا ده شايل سكندري بيم فوقيه، ففي هنا حمل عندك انت هنا في سكندري بيم تمام. طيب انا اول ما ابدا بس كده في عندي الاوزان، الاوزان هو هنا في المساله مدهاني، الاوزان هنا في المساله ومدهاني تمام مدهاني. طيب وقال لك هنا الحمل ده كمان مدهوني 6 طن يعني كل حاجه معطى، وده بكام؟ وقال لك ده بواحد طن تمام، ده 6 طن وده بواحد طن ومديني الابعاد تمام. طيب المفروض دلوقتي ان انا بقول في حاجه اسمها ان انا هصمم ده لوحده طبعا
واصمم ده تاني لوحده زي ما احنا قلنا قبل كده، اصمم ده على انه فيكسد واصمم ده على انه سيمبل. طيب بالنسبه للسيمبل ده هل له اللي يو اكشوال؟ طبعا مالوش عشان في سقف. طبعا لو انت رسمت العزم بتاع كده، بص ده خلي بالك بقى من الحته عشان جديده، انت رسمت العزم هنا الحته المضغوطه تمام، فانت المكان الحته المضغوطه اللي بيحصل لها لاترال تورشن باكلنج موجود فوق، وانت عندك السقف او البلاطه موجوده فوق، يبقى مش هيحصل ايه؟ مش هيحصل للكاميرا انبعاج جانبي، لان السقف فوق والمكان اللي بيحصل له لاترال الانبعاج الجانبي فوق، صح كده؟ طيب اما بالنسبه لهنا ضخم موجود تحت بالنسبه للكانتليفر. طيب بالنسبه للكانتليفر انا عندي الانبعاج بيحصل تحت وانت السقف موجود فوق، يبقى دي ليها صح ولا لا؟ يبقى دي ليها اليو اكشوال، انما الا اليو اكشوال بتاعت الكاميرا السيمبل دي مالهاش. طيب هناخد الكاميرا دي ونصممها عادي خالص، هنعمل ايه بس؟ هتروح ترسم لي الشير على الكاميرا دي تمام؟ هترسم لي انت الشير على الكاميرا دي الشير، وتروح ترسم لي برضه مين؟ العزم. كويس؟ طيب هتصمم لي انت السيمبل بيم ده على ايه؟ انا عايز من الاخر السيمبل بيم ده، انا عايز له ثلاث حاجات من الاخر عشان ايه؟ اصمم. انا عايز ام وعايز كيو وعايز برضه ال يو اكشوال عشان امشي خطواتي عادي. بالنسبه للشير انا هاخد اقصى شير على الكاميرا اصلا اصمم عليه. تمام؟ بالنسبه لي انا هاخد اقصى شير اصمم عليه. طيب ماشي. طب وبالنسبة للعزم هاخد برضه بالنسبة لده انا هاخد أقصى عزم أصمم عليه اللي هو عند مين؟ عند الزيرو شير، لما يعني أنت ترسم أنت الشير مثلا بالشكل ده كده كده تمام؟ وجاري كده تاني ماشي، وطالع تاني وجاري كده وجاري كده، فأنت ده الزيرو شير عنده أقصى عزم. خلاص ده بالنسبة لده. أما بالنسبة لقطاع الكانتيليفر ده عنده هتجيب لي برضو ايه؟ اقصى عزم سالب اللي هو موجود لي، اللي هو عامل لي كده صح كده؟ وعامل لي كده، يبقى انت عندك ده اقصى عزم موجب وده اقصى عزم ايه؟ سالب هتصمم عليه. طيب يبقى جميل قوي. يبقى انت بالنسبه للكاميرا دي عندك ام وعندك كيو وال يو اكشوال بصفر. بالنسبه للكاميرا دي عندك ال يو اكشوال بيساوي كام؟ احنا قلنا قبل كده ال يو اكشوال بيساوي كي في اللي كان في ليفر، صح ولا لا؟ هنا بقى في المسألة دي ال يو اكشوال هيساوي ال كانتليفر على طول. ليه؟ لأن أنت عندك هنا سكندري بي، فأنت أصلا يعني تلاقي أنت الكانتليفر مربوط من هنا ومربوط لي من هنا، فأساسا كده كده مهما حصل ال يو اكشوال هتحصل في الحتة دي، فكده كده هو ال ايه؟ كانتليفر. خلاص؟ يبقى تمام. يبقى انت عندك ال يو اكشوال هو مين؟ هو الايه؟ اللي كان دريفر، وعندك الشير اللي هتصمم عليه، وعندك مين؟ وعندك العزم اللي هتصمم عليه. طيب انت ما فيش حاجه خالص، يبقى تمشي خطواتك عادي 1 2 3 تمام. يبقى احنا كده بدانا المساله دي على فكره على سن في بلاطه فوق، فاعتبرنا ان اليو ال يو اكشوال بتاعت الحته دي بصفر، انما دي اعتبرنا اللي ايه؟ كان لها اللي يو اكشوال. طب تمام. طب افرض بقى اصلا ما كانش فيه بلاطه، حلينا على اعتبار ان مفيش بلاطه. مفيش بلاطه معنى كده ان الحته دي ليها اللي يو اكشوال ودي ليها ايه؟ اللي يو اكشوال. طيب تعالى دلوقتي القمر اللي هي دي تمام؟ على هامنا اهو، مديك هنا قوه كده ايا كانت قيمتها بقى. فانت عندك ال يو اكشوال بكام بالنسبه للمنطقه دي؟ بكام؟ طيب المفروض ساعه ما الكاميرا دي يجي يحصل لها انبعاج جانبي، هل هيحصل لها انبعاج جانبي من الاول للاخر؟ ما ينفعش، لان انت عندك هنا ايه؟ سكندري بي، صح؟ ما ينفعش الكاميرا دي يحصل لها انبعاج جانبي كده مره واحده، لا ده هيحصل لها انبعاج جانبي يا اما هنا يا اما هنا، فانا هاخد الايه؟ طول كبير واقول له هو ده الايه؟ اللي هو اكشوال اللي هو بيديك اكبر انبعاج يعني تمام. يبقى ايه اللي هو اكشوال عندنا هنا بكام؟ اديني كام؟ 4 متر مديني 4 متر تمام، ادي 4 متر. طب خلاص. اما بالنسبه للثانيه زي ما هي، الثانيه زي ما هي كده كده بكام؟
ب 2 متر اللي هو النيو اكشوال بتاعتها. اروح اصمم الكاميرا دي، عندنا العزم بتاعها ادي العزم اهو، باخد اقصى عزم طبعا اصمم عليه، مثلا بقول ده ام 1 وبالنسبه للكانتليفر بقول ده ام 2. اروح اصمم انا القطاع ده واشيك بس على الكانتليفر بس وخلاص. فانت بعد ما تصمم انت القطاع الاولاني ده تمام، هتجيلي بس على الكانتليفر وتعمل لي تشيك على ايه؟ على بنك ستريس، لانك هتلاقي ان ال يو اكشوال بتاعه الكانتليفر بكام؟ ب 200 سم. وانت اصلا كنت حاسب قبل كده ال يو ماكس بكام؟ كان طالع لك ب 232 سم. فانت عندك هنا ال يو اكشوال بالنسبه للكانتليفر اقل من مين؟ اقل من ال يو ماكس. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان مفيش لاترال تورشن باكلنج، انبعاج جانبي. فطبعا الاف بي على طول سنه ما يكونش في انبعاج يساوي ايه؟ 64% بس من الاف يلد. وتشيك بس على مين؟ بالنسبه للكانتليفر الكلام ده تشيك بس على البندنج ستريس، تقول له تشيك اهو بندنج ستريس بيساوي الام 2 اللي هو بتاع الكانتليفر في كام؟ في 100 على مين؟ على الاس اكس. وده لازم يطلع اقل من مين؟ من الاف بي اللي انا كنت حاسبه قبل كده. طب تمام، دي بس خلصت المساله. في فكره ثانيه بس سريعه، اديني انا فكره مساله ثانيه. يقول لي عندك لايت اي بيم تمام، عامل لي كده ركايز خلاص، ويقول لك ده السبورت ايه وده السبورت بي. بيقول لك ان هو نمبر اي بي نمبر كام؟ 450. طيب مديني الوزن اللي عليه بكام؟ مجهول. هو ده بقى فكره المساله، عايز ايه؟ الحمل الموزع ده. هو قال لي في المساله احسب لي اقصى ماكسيموم سيف لود، اقصى حمل سيف يعني ايه؟ طبعا هيكون هو اقل دبليو هي اللي هتسيف لي مين؟ الكاميرا اللي عندي. طيب باعتبار ان الانبعاج الجانبي هيحصل من الايه؟ للبيم تمام؟ هحل مسألتي عادي خالص ولا اكن الدبليو دي مجهوله، وتشوف ايه اللي هيحصل في الاخر. اول خطوه بقول الستريننج اكشن، بعمل فيها ايه؟ بجيب فيها الام صح ولا لا؟ اللي هي دبليو اللي هي مجهوله في ال تربيع على الثمانيه اللي هي كام؟ جايبين البحر ده 7 متر اللي هو 7 تربيع على كام؟ على 8. وجبتها طلع يفضل ب 6 و125 تمام من 1000 دبليو متر. طيب عندك الشير هو دبليو في على الكام؟ على الاثنين اللي هو دبليو في 7 على الاثنين تطلع لي 3.5 من الايه؟ من الدبليو ده بالايه؟ بالتمر. تدخل على تاني خطوه اللي هو تشويس اوف سيكشن. طيب هو اساسا تشويس اوف سيكشن مش محتاج احسب له انا اس اكس والكلام ده، لان هو قال لي اساسا البيم نمبر كام؟ 450. ارفع الجدول اجيب له البيم بتاعي تمام والتفاصيل بتاعته خلاص جبناها. ادخل لي تالت خطوه على تشيك اوف الكومباكتنس تمام. كومباكتنس تدخل عادي خالص تجيب له اللي هي السي اف على التي اف، وتجيب لي اتش ويب على التي ويب. المهم ده طبعا يبقى اقل من يساوي اللي قلنا جذر اف يلد، وده جذر اف يلد ده 16.9 وده 127. الشرطين دول لانهم بيحققوا الكلام ده طلع لي القطاع كومباكت خلاص. تدخل لي على الخطوه رقم 4، تدخل عادي خالص على الخطوه رقم 4 اللي هي ايه؟ اللي هي تشيك ان سبورتد لينز تمام؟ خطوه اللي هي تشيك ان سبورتد لينز ماشي؟ خطوه رقم 4 تشيك اوف ان سبورتد لينز تمام؟ بتعمل ايه؟ تجيب ال يو اكشوال طبعا هنا بكام؟ 7 متر اللي هي 700 سم، وتجيب له ال يو ماكس
اللي هي واحد من الاثنين 20 دي اف على جذر اف فيلد او 1380 اف لانش في السي بي على مين؟ على الاف فيلد في الدي. طلع عندي الكلام ده اللي اكشر بكام؟ 2 4 5 سنتي تمام؟ طيب لقينا ال يو اكشر اكبر من مين؟ من ال يو ماكس. معنى الكلام ده ان انا ايه؟ هحسب بقى اقول له الاف بي عندي هي الاف لاترال تورشن باكلينج اللي بتساوي جذر اف لاترال تورشن باكلينج 1 تربيع زائد اف 2 تربيع تمام. المهم وصلنا جبنا الاف لاترال تورشن باكلينج بعد ما جبنا 1 2 يعني بالقوانين اللي احنا قلناها قبل كده لان طلعت بالكلام ده على مين؟ جبنا الاف لاترال تورشن باكلينج نطلع الخطوه بقى الايه؟ الخمسه اللي هي تشيك اوف بلينج ستريس تمام؟ تشيك اوف بلينج ستريس اللي هي الخطوه الخامسه بتقول ايه؟ بتقول الاف بي ده بيساوي ام في كام؟ ب 100 على مين؟ على الاس تي اكس. طب ما هو المفروض الكلام ده يكون اقل من مين؟ اقل من او يساوي الاف لاترال تورشن باكلينج اللي احنا جبناها بواحد وكام؟ تمام كده. طب انا عندي دي وعندي دي وعندي دي تقدر تجيب لي مين؟ عندي تقدر تجيب لي الام اكس صح؟ يبقى انت جبت هنا قيمه الام اكس اللي هي المفروض بتساوي كام؟ كنا جايبينها من الاول خالص. ام اكس دي اصلا بتساوي القيمه دي اللي هي 6 125 من 100 دبليو. يبقى انت جبت لي من هنا دبليو هنسميها دبليو 1 ب 2 وكام؟ ب 56 من 100 طن للمتر. طيب طب ما نروح ناقصنا من خطوه التشيك اوف شير ستريس عندك كيو اكشوال ولا انها بتساوي الشير اللي احنا جبناه على مين؟ على الاتش في التي ويب المفروض يكون اقل من او يساوي 35 من 100 من مين؟ من الاف فيلد. طب تمام قوي يبقى انت الكلام ده هتساوي لنا بالكلام ده خلاص. ايه المجهول عندي بس؟ عندك الشير بس هو اللي مجهول. جبناه الشير اساسا جبناه بالقيمه اللي هو المفروض كان بيساوي كام؟ 3.5 من ال دبليو اللي عندي بنسميها دبليو 2 جبنا دبليو 2 تمام طن للايه؟ للمتر الطولي. اختار انا بقى دبليو 1 ولا دبليو 2؟ قال لك طبعا اختار الحمل الاقل لان هو اللي يديني ايه؟ اكتر امان يعني. هو بيقول لي اختار اللود الامن تمام؟ اختار انا ايه؟ دبليو 2 كده. دي فكره المساله.